نقول لك اختي تكرفصنا وكرفصوا علينا. انا اختي من جيت لقيت مريبوا عليا، ما خرجوا لي لا حوايج لا حتى شي حاجه، ما قيدوني ما حتى شي حاجه، ما عطاونا حتى شي حاجه باش حنا غادي يريبوا لينا. وتكرفصت انا وبنياتي، ما كيقراو ما حتى شي حاجه عندنا سوى الله. مني دابا درنا عشاء كنبركوا فيها حتى يجاو ريبوا علينا وتهجموا علينا بالليل وكرفصونا وكرفصونا وليداتنا. تيش غنقول لك لا اله الا الله وصافي. دابا راه داو لي ساكي دابا من هنايا وكيصرفق فيا وانا كنغوت وكنجر وكنطلب فيه ما بغاش يعطي لي وداه. يا صافي سيروا ما عندكم حتى شي حاجه سيروا من ماشي يعطونا شي حق، يعطونا حقنا حيت حنا ضايعين، يعطونا حقنا، بغينا حقنا يعطونا حقنا. انا ما عندي فين نمشي، عندي سوى الله. حنايا 7 سنين وانا ساكنه تما، ساكنه في دوار البراهمه الطريفيه. هاد الناس حقرونا وتكرفصوا علينا ومرتونا وعذبونا حنا وليداتنا. وهاد الناس حنا ما ظلمناهمش، صوبوا لنا لاكارطات، ساعدونا في اوراق تم، ساعدونا في كل شيء. هاد الحكومه فين كانت 13 عام وانا تمايا، وعمر شي حد ما دوى معانا، وعمر شي حد ما قال لنا شي حاجه، وعمر القايد كيجي عندنا، المقدم يجي عندنا، الشيخ يجي عندنا، تمن النائب ديال العامل جا عندنا. علاش هاد الناس ما قالوش لينا هاد البلاصه راها ما دايزاش ليكم؟ وحنا مرتين، ودابا ولادنا ما قارين ما والو، ولادنا مشردين، كارين لهم بيت وجامعينهم وعاطينهم لواحد الدريه كنعطيوها 20 درهم في النهار. وحنا باركين بالجوع ووليداتنا بالجوع. انا في جيبي 1000 فرانك كي غندير لها؟ وكلشي مضرورين، ما عندنا ما ناكلوا وليداتنا، الوليدات تشردوا، حنا تشردنا، كلشي تشرد. ملي كنجيو عدد الناس ما كيعطونا حتى باب حلوا لينا، حتى باب متحل، يقول لك سيري فين ما بغيتي، ما عندكش على الحق. وعاش محمد السادس، وحنا ولاد الشعب، وحنا ولاد سيدنا، وحنا ولاد سيدنا، وسيدنا حنا مسوقين في درينا حل مع هاد الناس، راه ما بينوا لا حق لا والو، راه حنا مليوحين في الشارع، وجينا لباب العمل راه كرفصونا كيجريو علينا، داو لينا المينطات اللي مغطين جابوا لينا غير المحسنين، وقلعوا لينا تحت الارض وخلينا في الدص. ما عندنا لا وثائق ما عندناش، حسوا ما كاين حتى حاجه. اللي الاحسن اللي حصلناه هما اللي عندنا. واشي 300 واحد اولدي. اشي 300 واحد. والمهم كاين هنا 120 اللي كاين هنا. وهذه 300 واحد اللي كاينه بالراكه. اللي كلها مضروره كلها مهلوكه اولدي.